منين؟ قرصونا بالقناصة. الإصلاح قرصونا بالقناصة في مكمن. فقدان الأمن والشعور بالخوف جعل الكثير من الأسر مجبرة على ترك منازلها لتحافظ على فرصها في النجاة من صلف ميليشيات الحشد الشعبي التي أقلقت السكينة العامة والسلم الاجتماعي في المدينة القديمة بمحافظة تعز. مدرسة في منطقة المعافر بالمحافظة باتت الملاذ الأخير لمن نزحوا هربا من لظى قذائف ميليشيات الحشد وتدهور الأوضاع الإنسانية في المدينة القديمة. يا إخواني طبعا احنا اضطرينا ان احنا نفلت البيوت وان شاء الله الأطفال معانا، لأن الدنيا والله العظيم اتبهذل زيادة داخلت المدينة القديمة. لا أمن لا إيمان لا سلام لا عاد في حتى من، والله ان احنا 3 أيام محاصرين ما في قليلة من نشرب داخل بيوتنا. الظروف المعيشية الصعبة داخل المدرسة تعد أفضل حالا من الواقع الأليم في المدينة القديمة جراء تمركز القناصين في المرتفعات المطلة على المنطقة وإحكام الخناق على المواطنين قبل أن تقرر هذه الأسر النزوح رغم المخاطر المترتبة على ذلك. قناص بالجبل السراقية يقنط فوق الأطفال فوق الحريم، ما يخافش الله. في أطفال كثير تكونوا، في أطفال ناس كثير شظايات. الإصلاح محاصرة المدينة تماما من كل الجوانب، باب موسى مغلق، باب الكبير مغلق، ما فيش أي منفذ لنا غير الأزغاط. خرجنا من الأزغاط وبعدنا قنص، وخرجنا من بيوتنا وإحنا منحس سالمين، القنص لا جنبنا ولا فوق رؤوسنا، بس ربي حمينا. إحنا الأسر هذه في مرحلة التقاط الأنفاس بعدما جاوزت مرحلة الخطر وتمكنت من الفرار تحت أزيز الرصاص والقذائف العشوائية التي ما زالت تتهدد حياة الكثير من الأبرياء في ظل تواجد الفصائل المسلحة التابعة للإصلاح. الإصلاح إيش يخرجون موتنا؟ والقنص معنا نكسره لحتى حقي كان حتى شمسية. تترقب هذه الأسر انفراجا قريبا في الأفق يتمثل بإخلاء أحياء المدينة القديمة من مسلحي الحشد الشعبي وإفساح الطريق أمامها للعودة إلى المنازل قبل حلول الشهر الفضيل، خصوصا بعد التنازل الذي قدمته الكتائب التابعة للواء 35 مدرع بالخروج من المدينة القديمة حقنا للدماء وبهدف إسقاط كل الذرائع والحجج الواهية.